انا اسمع المستشفى دي من ساعه ما سافرت. انا سافرت في 2006 فما كانش المستشفى فتحت ساعه ما سافرت، بس كنت اسمع عنها وكنت اسمع عنها طول الوقت حتى وانا مش موجود. كان نفسي من زمان ازورها، دي اول مره ازورها، جت فرصه ان انا ازور النهارده. الحقيقه طبعا الواحد مبسوط جدا لما شاف كل الحاجات اللي هنا، حاجات حقيقه مبهره جدا وحاجات تخلي الواحد يفرح ان في الشغل ده وفي الرعايه دي تتقدم لاطفالنا. مفيش حاجه اقدر افكر فيها، يعني حاجه تخلي الواحد نفسه يعمل كل حاجه لما تشوف طفل مصاب بالمرض اللعين ده. فان الواحد يشوف ان احنا ممكن نعمل اي حاجه نساعدهم بيها، ربنا يعينهم ان هم يقدروا يكملوا المسيره دي، وان شاء الله ربنا يسهل ان نقدر كلنا نساعدهم يكملوا في المهمه الجميله دي.